بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة العصماء والراية البيضاء والجبهة الغراء سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتنا الكرام، كل من يشاهد الشاشة الجميلة لتلفزيون سلطنة عمان، أسعد الله صباحكم جميعا بالخير والبركة، وكل عام وأنتم بخير، وحياكم الله معنا في إطلالة متجددة لبرنامج قهوة الصباح في دورته البرامجية الجديدة. الأسبوع الماضي أو قبل الماضي كنا معكم من استوديوهات الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون بصلالة الأصالة، وتحديدا من استوديو جبل إتيم، وعشنا معكم وعايشناكم أيضا كذا الأجواء الجميلة هناك. واليوم إحنا مجددا أيضا نعود إليكم من هنا من استوديوهات الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون هنا بمسقط العامرة. عموما راح نكون إن شاء الله تعالى معاكم مستمرين ومتواصلين، وأكيد مجموعة من الفقرات والمحطات اللي محضرينها لكم سواء في حلقة اليوم أو أيضا الحلقات القادمة. فصباح الخير على كل من يتابعنا ولكل من يشاهدنا في هذه اللحظة، وصبح بالخير أيضا على زميلاتي وزميلي أيضا أيمن اللي راح يشاركوني تقديم هذه الحلقة، ونقول صباح الخير لحورة. صباحك خير، وكل عام وانت بخير يا حورة. وانت بخير إن شاء الله. صباح الخير لجميع متابعين برنامج قهوة الصباح في هذا الأسبوع الجديد، وبداية أسبوع إن شاء الله موفق للجميع. إن شاء الله يكون كذا أسبوع حافل بالعطاء والتميز والإبداع من خلال متابعتكم لبرنامج قهوة الصباح. إن شاء الله اليوم قهوتنا راح تكون مختلفة كذا بمواضيعها وفقراتها، نتمنى أن كل الفقرات تنال على إعجابكم ورضاكم. وأيضا أهلا وسهلا فيك فايزة، وكل عام وانت بخير. وانت بخير وزين شفتك هني في قهوة الصباح. نحن ما نجتمع، افتقدناهم على فكرة، نحن ما نجتمع إلا في البرنامج، طولتوا الغيبات كمان. أيوة، أنا أيضا سعيدة طبعا بشوفتكم، وكل عام وانت بخير. وكل عام وانت بخير أيضا مشاهدينا، صباحكم ابتسامة مشرقة تعلو وجوهكم، صباحكم همة ونشاط وعمل وتجدد من بداية هذا الأسبوع بإذن الله وحتى نهايته. أيضا طبعا فقرة عالم المدارس تطل عليكم من جديد كل أحد كما عودناكم. هناك العديد من المواضيع التربوية المستجدة بإذن الله. اليوم سوف يكون موضوعنا حول تطبيق ولي الأمر. هذا التطبيق سوف نتطرق فيه على أهم أو أبرز الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق لولي الأمر. بإذن الله ما عليكم إلا أنكم تتابعونا وتتابعوا طبعا فقرة عالم المدارس لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع. وصباحك خير ومنور يا أيمن. صباح الخير يا فايزة، وصباح الخير لحوراء وسيف. صباحكم إن شاء الله أنتم أيضا المتابعين الأحبة، صباحكم بإذن الله همة ونشاط. نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله دائما تكون هذه الصباحات مليئة بالهمة والنشاط والطاقة الإيجابية، وإطلالة جديدة بإذن الله ومميزة، وبداية موفقة بإذن الله تعالى في برنامج قهوة الصباح، ومن خلال فقرتنا الرياضية اللي تعود لكم من جديد بإطلالة ونكهة مختلفة ومميزة بإذن الله تعالى. وراح إن شاء الله اليوم كبداية راح نتكلم فيها عن أهمية الرياضة في حياة الإنسان وفوائدها، وبإذن الله أيضا سنجيب على كثير من التساؤلات من خلال ضيفنا اللي راح يتواجد معنا بعون الله تعالى. فقط تابعونا وكونوا معنا، وإن شاء الله تكونوا دائما وأبدا مستمتعين بالفقرات المختلفة من برنامج قهوة بإذن الله تعالى. إذن مشاهدينا الأحبة، مثل ما شاهدتوا اليوم الأحد إن شاء الله تعالى راح يكون معنا دائما متواجد أيمن في فقرة الرياضة، فايزة أيضا في فقرة عام المدارس، يعني لربما نفس المسميات أسماء الفقرات، ولكن أكيد في مضامين مختلفة وفي محاور مختلفة، في فقرات، في أيضا يعني حوارات كثيرة إن شاء الله تعالى راح تضم هذه الفقرات وأيضا مختلف فقرات القادمة. يعني سيف في الدورة الماضية كان أيمن فقرتها تكون كل ثلاثاء، وإحنا حبيناها أن تكون كل أحد حتى يكون كذا بداية أسبوع، أي بداية أسبوع الرياضي للجميع، وكذا يكون في جدول رياضي دائما من الأحد للخميس نقول. ومن غير أنه أيضا مواضيع أكيد مختلفة ومتجددة راح تكون أيمن في فقرتك. أكيد بإذن الله تعالى. إن شاء الله اليوم بداية عن أهمية الرياضة بشكل عام، ممتاز، ومن خلالها إن شاء الله راح نتكلم في كثير، يعني في أسئلة كثيرة حتى في أضرار يقول لك للرياضة، رياضة ما بس فوائد. إن شاء الله من خلال ضيفنا بإذن الله راح نتكلم عن هذا الفوائد، وكذلك الحال بالنسبة أيضا مشاهدين الأحبة لفايزة. عموما نستعرض مع المشاهدين أيضا يا حوراء إيش راح يكون معانا إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم. نعم، مثل ما ذكرنا إن شاء الله اليوم كل فقرة لها نكهة خاصة ومختلفة في برنامج قهوة الصباح. اليوم فقراتنا متعددة، من خلال فقرة درر صحية راح اليوم نتعرف على أهم العناصر الغذائية الضرورية للفرد تحت عنوان صحتك في غذائك.
وأيضا الرياضة عنصر أساسي للحفاظ على صحتنا النفسية والجسدية، وهذا ما سنعرفه من خلال فقرتنا الرياضية أهمية الرياضة في حياتنا. وأيضا وقفتنا الأخرى راح تكون مع مسابقة وجوه عمانية النسخة الثانية. أما فقرة عالم المدارس اليوم راح تكون طبعا مع زميلتنا فايزة، وراح تتحدث عن تطبيق ولي الأمر ومدى استفادة الطالب وولي الأمر من خلال هذا التطبيق. عموما مشاهدينا الكرام، هذه كل فقراتنا لليوم، نتمنى بالفعل أنكم تقضوا وقت جميل وممتع معنا من خلال متابعتكم لبرنامج قهوة الصباح من الآن حتى الساعة 11 صباحا. نتمنى لكم إن شاء الله صباح جميل وممتع، تابعونا.
مرحبا وسهلا مشاهدي الاحبه، وصباح الخير للجميع، لكل من يتابع برنامج قهوه الصباح، ويا رب العالمين دائما تكون حلقات قهوه الصباح تقترب منكم وتلامسك ايضا ذائقتكم الطيبه بما فيها من مواضيع مختلفه. الحين ننتقل بكم الى المحطه الاولى واول الضيوف ان شاء الله تعالى اللي راح يكلمونا وراح يحثونا ايضا وراح يكونوا حاضرين في الاستوديو. راح نتكلم بمشيئه الله حول موضوع الصحه في غذائك واهميه التغذيه الصحيه لجسم الإنسان في فقرة درر صحية. راح نستضيف اليوم معنا الأستاذة داليا حسن قاسم أخصائية التغذية، وحياك الله أستاذ داليا معنا من جديد في برنامج قهوة الصباح، ونقولك أيضا كل عام وانت بخير. وانت طيب سيف، كل سنة طيب. أهلا وسهلا فيك أستاذة داليا. أهلا أستاذة داليا، كذا صباح في نوع من الصحة إن شاء الله، يعني نحن اليوم نتكلم عن التغذية السليمة والصحيحة والجيدة. في البداية خلينا نعرف المشاهد، هل هناك بالفعل تغذية صحية للجميع وتغذية غير صحية للجميع؟ هو المفروض ان احنا كلنا نمشي على التغذية الصحية، بس هي الفكرة ان الناس دايما ايه تمشي زي ما بتقول اسبوع اتنين شوية وبعد كده توقف تاني وتقول ده انا بمشي على تغذية سليمة. هي المشكلة عدم استمرارية. نعم. ان الناس حابة انها تمشي مثلا نقول على دايت يومين ثلاثة. للأسف ان احنا معودناش ولادنا من هم صغيرين ان هم يبتدوا يعرفوا ايه الاكلات السليمة اللي المطلوب ان جسمنا محتاجها، وايه الأكل السليم اللي أنا جسمي محتاجه. وعشان كده الطفل لو تأسس من هو صغير أنه هو يختار ما بين الوجبات الصحية السليمة، نعم، هيطلع هو اللي بيرفض الأكلات الغير صحية. نعم. ففي طبعا أكلات غير صحية والمفروض أن احنا نبعد عنها، وكلنا عارفين إيه الحاجات الغير صحية. نعم. فعشان كده احنا محتاجين أن احنا نبتدي نأسس نشأ على ازاي يختار الوجبات الصحية السليمة. نعم. المشكلة احيانا الطفل صار عنده ثقافة المطاعم اكثر والوجبات السريعة، يعني مهما الام او ولي الامر عمل لابنه وجبة صحية يمكن تكون مشابهة للمطعم الفلاني وغيره او اكلة معينة، يقول لك لا انا ما اريد اكلها. عشان كده بقول احنا محتاجين استمرارية. يعني لو الام ابتدت انها تدخل ثقافة اني لازم ناكل اكل صحي والبيت كله بياكل اكل صحي، هتلاقي الطفل حتى في المدرسه ابتدى يدرسوا له الاكل الصحي، هو خلاص هيتعود على كده، هيتعود ان انا طالع خلاص انا باكل الاكل ده وحاسس استفاده جسمي قد ايه، لان كل حاجه ليها مكاسب. لو هو اتعلم من البدايه ياكل اكل صحي وعرف اهميته لجسمه، وعرف كمان المكاسب اللي هو هياخدها من الاكل الصحي، وعرف الاضرار اللي هياخدها جسمه من الاكل الغير صحي. نعم. مع طبعا الرياضه، ما ينفعش نفصل ابدا الاكل الصحي عن الرياضه، يعني الرياضه والاكل الصحي زي المياه والهواء، ما ينفعش نفصلهم عن بعض. لو علمناه من الاول ان اكل صحي ورياضه مع بعض، هو هيطلع يرفض تماما الاكل الغير صحي، لان هي خلاص انا بلعب رياضه وشايف جسمي كويس وببني عضلات، فمش ممكن ابدا ان انا الجا للاكل الغير صحي. نعم. الحين نتكلم عن الطفل واهميه انه لازم يلتزم ايضا بالتغذيه الصحيه السليمه، ونسينا ربما انه ايضا الاباء والامهات انفسهم لربما ما يلتزموا بنظام او خلينا نقول جدول او برنامج تغذوي صحي لجسم الانسان، فكيف تريد انه الطفل يلتزم والاب والام للاسف شديد هم وحدهم ما عندهم ثقافه او المام او ادراك ايضا بهذه الثقافه. ما عشان كده بقول لك لازم ان احنا نبتدي، يعني احنا بنشأ، هي المشكله في الناس ان احنا نبتدي نعلمهم ازاي يبتدوا ياكلوا اكل صحي. يعني هو لو ابتدينا في المدرسه انهم يدرس عندنا ماده تدرس لهم حتى في المواد العلوم، صحيح، ان ازاي نعرف فوائد الغذاء، ايه المواد اللي جسمي محتاجها، جسمي محتاج قد ايه من البروتين، ازاي لو انا اخذت البروتين بشكل مقلي او بشكل مضر جسمي مش هستفاد منه. هو نفسه في البيت هيروح يوجه، يعني ممكن يبقى هو من اللي بياخده في المدرسه يروح يقول لمامته لا انا النهارده مش هاكل الاكل ده لان هو غير صحي. فاحنا ممكن يعني زي ما بنقول محتاجين التوجيه من البيت، لا بالعكس المدرسه ممكن تساعدنا في كده، والنهارده حتى يعني بدايه الدراسه فممكن نشجع ده اكتر. يقول لك عشان ضيق الوقت الانسان يمكن يلجا الى الوجبات السريعه نوعا ما. هي حجه، يعني هو لو عايز الرياضي او مش الانسان الطبيعي لو عايز ياخد حاجه فاكهه مثلا، لو يجي للفاكهه والخضار مش هتكلفه حاجه خالص، بالعكس هتفيد جسمه بفيتامينات كتيره جدا هو محتاجها،
الناس اللي بتقعد طول اليوم في المكاتب او وقعدتها طويله جدا بتبقى عندها مشاكل في القولون، عندها عسر هضم. مع الوجبات السريعه بالعكس هتضيف ليها مشاكل اكتر واكتر. لو لجأت للفاكهه والخضار هتديها الالياف دي هتنظف الجسم من السموم. صحيح. هتسهل حركه الامعاء، هتفيد جسمها بفيتامينات كتيره جدا، هي هتحس بالنشاط بدل الخمول. يعني لو واحد قاعد بيشتغل في شغله وخد وجبه في مثلا في نص اليوم. أيوه. الوجبه الثقيله اللي هي التيك اواي دي هتاثر عليه جدا، هتخليه كسلان وتعبان مش قادر يكمل شغله. نعم. على العكس لو خد مثلا فاكهه او خضار مع الشغل. نعم. تمده بالطاقه اكيد يعني. اكيد. طيب الحين احنا نتكلم عن التغذيه الصحيه، وخلنا الحين نبدا يعني باهم العناصر الغذائيه التي يجب ان تحتوي عليها الوجبات الغذائيه الاساسيه في جدول وبرنامج الانسان اليومي. نبدا من وجبه الفطور انتهاء الى وجبه العشاء. يعني احنا لازم نبقى متفقين ان جميع الوجبات سواء يعني فطار او غداء او عشاء او حتى سناك لازم تبقى الوجبات متكامله زي ما قلنا فيها العناصر الغذائيه كامله. نعم. اللي هي فيها البروتين، لازم نسبه بروتين، لازم نسبه الدهون الطبيعيه اللي المفروض الجسم بياخدها، وطبعا دي بتتحدد على حسب كل فرد. صحيح. لازم الفيتامينات بتاعتنا والمعادن. لازم احدد السكريات اللي باخدها قد ايه وهاخدها من انهي مصدر، هاخدها من مصدر فاكهه او هاخدها مثلا من مصادر سكريه تانية، بس هاخدها امتى وتوقيتها. لان في ناس تقول انا عشان اعمل نظام غذائي. أيوة. يبقى لازم حرمان، مش هاخد سكريات، مش هاخد حلويات. لا بالعكس، هي تقدر تاخد سكريات وتقدر تاخد كمان حلويات. صحيح. بس في فتره الفطار. يعني فتره الفطار فتره مهمه ما ينفعش ان احنا نغفل عنها خالص. بالعكس اكتر فتره للحرق بتكون في فتره الصباح. فاحنا بالنسبه لنا لو في فتره المشكلة الصباح المشكله يتهاونوا فيها ويدمجوها مع بين ايضا وجبه الغداء، دي كارثه. ما ينفعش ان احنا نوقفها ابدا او ان احنا ندمجها مع الغداء، لان دي طبعا احنا مثلا نقول 8 ساعات من غير اكل. فتخيل 8 ساعات وبعد كده قعدت في الشغل مثلا 4 او 5 ساعات. أيوه. ففتره كبيره جدا جدا ما فيش اكل. لكن لو سالتي ليش ما اكلت تقول لك انا ما جوعان. ليش يعني اروح اكل وكذا وانا ما جوعان؟ لو اني جوعان بامكاني اروح اتناول وجبه الفطور. يعني هي طبعا المخ بيحتاج لطاقه كبيره جدا الصبح. نعم. وعشان ننظم نديله طاقه محتاج ان احنا نديله لازم سكريات في فتره الصبح. لا. سكريات مع ميه، يعني ما ينفعش ان احنا نسحب منه وجبه كامله. وبالعكس وجبه الفطار دي بتساعد الجسم جدا جدا ان هو يبتدي يحرق. يعني مجرد ما انا سحبت الوجبه دي جسمي قللت الحرق، يعني قللته بنسبه كبيره جدا، مع ان في الفتره الصباحيه نسبه الحرق عاليه جدا 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 فيها. لا. فالمفروض ان احنا نستفاد بده ان احنا نديله وجبه متكامله الصبح في الفطار، وكمان نقدر نزود يعني الحاجات اللي انا ما بقدرش اخدها في وجبه الغداء او ما اقدرش اخدها في وجبه العشاء. أيوة. لانها هتزودني سعرات حراريه، اقدر احطها في فتره الفطار لان دي هتتحرق معايا اطول، هتتحرق معايا اسرع، ولان طبعا لسه اليوم معايا طويل. فلو انا مش هاخد شوكولاتايه بالليل ايه المانع ان انا احطها الصبح؟ يبقى بالعكس ادتني الشوكولاتايه كامله يعني. اكيد انت فرحتي بالشوكولاته فهاخد جزء منها انها تفيدني وتديني طاقه الصبح عشان تنشط المخ اكتر. نعم. يعني من خلال كلامك استاذه داليا انه ممكن الانسان عموما يحتاج اكثر من 40 عنصر غذائي، وبالفعل لا يوجد يمكن غذاء واحد ومحدد يحتوي على كل هذه العناصر. المفروض انه هو يقسم ويوازن غذاء الصحي بطريقه صحيحه. مزبوط. طيب استاذه داليا، يعني خلينا نتكلم عن اختلاط الأطعمة. بالفعل يمكن أنه هو يؤدي يعني إلى مشاكل وأعراض في المعدة، لأنه هناك يكون في اختلاط في الأطعمة. خلينا نتحدث عن ما هو التجانس الغذائي في هذا الموضوع، يعني الكل بالفعل يجمع ويخلط الطعام بالطعام. طيب احنا زي ما اتفقنا ان احنا محتاجين ناخد كل العناصر الغذائيه مع بعض، قلنا ان احنا محتاجين ناخد البروتين ومحتاجين ناخد النشويات. هي الفكره بقى في ايه؟ ان الناس بتاخد مجموع كل حاجه في نفس التوقيت. نعم. فهو ده الغلط. احنا لو نقسم الوجبه مجموع الوجبات من 4 إلى 6 وجبات في اليوم هنقدر ناخد كل حاجه من غير ما نعمل الخلط. يعني انا في الصبح في الفطار اقدر اخد وجبه غذائيه متكامله من جميع العناصر الخمسه اللي احنا قلنا عليها. جميل. هنحط بين الفطار وبين الغداء سناك، دي اللي هتديني طاقة شوية وتخلي يومي يقدر وهتخلي الحرق برضو شغال في الجسم. هنرجع للوجبة الغداء فيها نفس العناصر الغذائية بس. نعم. بتختلف بقى على سواء على حسب مجهودي. يعني ما ينفعش أنا خلصت شغلي وهاخد الغداء كامل فيه الخمس عناصر وهدخل أنام، هي دي المشكلة في الخلط. لكن لو أنا أخدت العناصر دي، لو أنا عندي تمريني مثلا هاخد جزء يديني طاقة شوية زي النشويات، أجرب أن أنا أخد نشويات قبل التمرين ادتني طاقة، اتحرقت معايا في التمرين أروح فقدت
نسبة بروتين عالية في جسمي أرجع أخد البروتين بتاعي، يبقى أنا كده ما خلطتش الاثنين مع بعض، وفي نفس الوقت أديت لكل وقت الحاجة اللي جسمي محتاجها وهيتخلص منها وهيديني الطاقة بتاعتها. نعم، يعني في حاجة أيضاً نحن دائماً نسمعها من خلال أمهاتنا وآبائنا وأيضاً أجدادنا، الامتناع من شرب الماء عند الأكل، إيش السبب بالضبط؟ هو ما ينفعش أن أنا أمتنع، بس ممكن أخد بكميات قليلة لأنه بيؤدي للانتفاخ، لكن ما ينفعش أمتنع. يعني حتى احنا قلنا مفيش امتناع في حاجة، لكن لازم بكمية، لأن هي المية بكمية قليلة على الأكل بتساعد على الهضم، لكن الكمية الكبيرة بتعمل امتلاء جدا للمعدة، بتقلل من العصارات الهاضمة فليها أضرارها، لكن احنا محتاجين الماء بنسبة قليلة جدا على الغذاء. ممتاز. طيب على طاري الماء وعلى طاري أيضا السوائل وأهميتها أيضا وحضورها في جسم الإنسان بما يتعلق بالتغذية الصحية السليمة. المية مهمة جدا 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 بالنسبة للفرد الرياضي أو الفرد العادي، يعني الرقم واحد هي أقل السعرات الحرارية، يعني اللي هو التخسيس ببلاش. أنا كل ما بشرب مية أكتر، في ناس تقول أنا ما بشربش مية أنا بعوضها بسوائل تانية، طبعا ما ينفعش، لازم مية، لأن المية أقل سعرات فيها نسبة أكسجين عالية، الأكسجين ده اللي بيساعدني على الحرق، فيبقى أنا كده استفدت أن أنا بحرق دهون. حاجة تانية بتظبط مستوى السكر في الجسم، لأن بيبقى فيه بتعمل سيولة في الدم، فمجرد أن السيولة بتبقى في انضباط في سيولة الدم بتقللي من مشاكل القلب والشرايين، بتنظم درجة حرارة جسمي. ممتاز. الناس اللي بتلعب رياضة المفروض أنها دايما تعوض بمية دايما عشان درجة حرارة الجسم ما تعلاش وبالتالي هتوقف. الناس اللي عندها تقلص عضلي دايما وتقول أنا بيجيلي كرامب بس مش عارفة منين لأنها ما بتشربش مية. الناس اللي عندها مشاكل في الجلد ما بتركزش أبدا أن السبب ممكن الرئيسي يكون المية، الصداع نفسه بيجي نتيجة قلة المية. صحيح. لأن 90% من حجم المخ بيكون مية، فالناس اللي بيجي لها صداع كتيرة بتروح تدور على مسكنات وتدور على حاجات كتيرة تاخدها. طيب والعصائر مثل ما شايفين في الشاشة؟ العصائر مهمة، لكن الأفضل إن أنا أشرب مية. طبعاً ما ينفعش إن أنا ما أقول العصائر مش هاخدها، لا باخد جزء من العصائر، يعني عندي وجبة في السناك، أنا عندي 2 سناك في اليوم أقدر أخد منهم واحدة عصير. ممتاز. والأفضل إن أنا ألجأ للفاكهة نفسها لأن الألياف بتاعتها أفيد كتير. يعني نقول تنوع الفواكه وأيضاً تنوع الخضروات حاجة جداً مهمة في العنصر الغذائي. جداً طبعاً، لأنها بتقوي جهاز المناعة، بتساعدني التخلص نسبة كبيرة جداً جداً من السموم اللي موجودة في الجسم. نعم. طيب لو نتكلم أيضاً عن بعض الممارسات الشائعة في المجتمع فيما يتعلق بتناول الأغذية والأطعمة الصحية بشكل عام، يعني الممارسات بشكل عام مثل ما ملاحظين الوجبات السريعة وغيرها اللي ينبغي أن تكون الرسالة واصلة إليهم في عملية مثلا التقليل منها أو ما شابه ذلك. طبعا احنا أهم حاجة بالنسبة لنا لازم زي ما قلنا ثقافة النشأة، إن احنا نقلل نفهم الأطفال من البداية إن احنا خلاص الوجبات السريعة وأضرارها ومشاكلها. هي الطفل أو الفرد العادي لو عرف أضرار الوجبات السريعة أكيد مش هيلجأ لها، فهي الفكرة إن احنا لازم نحس النشأة إن احنا لازم نتخلى عن الحاجات دي، وعلى العكس هي فايدة مادية وفايدة كمان راجعة للفرد والمجتمع. يعني هو احنا كده بنقلل نسبة الأمراض، لأن الأكلات السريعة دي بتزود نسبة أمراض بشكل طبعا فيما بعد بالنسبة للسن، لما الطفل بيبتدي بقى يكبر بيبتدي يحس بقى بالمشاكل دي، ضغط دم عالي، سكر، لأن هيبتدي له طاقة في أولها. لا. بعد كده بترفع مستوى السكر معاه جدا. لا. بتزود سمنة. احنا دلوقتي نشوف الأطفال في السن الصغير بسبب الوجبات السريعة. صحيح. كلهم وزنهم عالي جدا. والمشكلة ان انت عشان تعمل نظام غذائي الطفل صغير وتقلل أكله بتبقى يعني مشكلة كبيرة، لأنه هو ما بيبقى عايز يخرج مع أصحابه وعايز يأكل. الفكرة في الثقافة نفسها، لو هو تعود وتعلم من هو صغير أن أنا أحافظ وأن أنا ليا معدل في كمية الشوكولاتات في الأكلات السريعة. ممتاز. مش هنقول حرمان بس بكمية قليلة، هتفرق جدا جدا في شخصية الطفل نفسه. نعم، يعني الحين صار الطفل ياكل او خلينا نقول يشرب المشروبات الغازيه حتى اول ما يصحى من النوم. زمان الطفل ياكل التمر، يشرب اللبن. صح. يشرب الحليب، كلها عناصر غذائيه ذو قيمه، لكن للاسف نحن الان نفقد هذه العادات الصحيه. طيب يعني استاذه داليا، خلينا ايضا نتحدث عن موضوع اخر. عن نحن تعودنا ان هناك في 3 وجبات، الافطار وايضا يعني الغذاء وايضا يعني الوجبه الاخيره العشاء. طيب
هل هذه الوجبات تختلف من مرحلة لمرحلة؟ يعني الطفل أكون له حالة خاصة، وأيضا المرأة الحامل أيضا لها حالة خاصة غير عن الشخص العادي والطبيعي. بس عشان أحدد كل واحد محتاج إيه، أو أقول كل واحد أقدر أديله نظام إزاي، أو أشرح له إيه الأكلات المناسبة، إحنا بنقول حاجات عامة. النظام الغذائي بيختلف على حسب الوزن، على حسب الطول، على حسب العمر، على حسب الأمراض، على حسب الحالة الوراثية، على حسب المجهود الرياضي المبذول، على حسب طبيعة الشغل، عدد ساعات اللي هو صحيحة في اليوم وبيشتغل إيه، ده اللي بقدر أحدد له هو محتاج إيه. لكن إحنا بنقول العام اللي هو محتاج 3 وجبات أساسية وفي وجبتين سناك في النص، وكمياتهم يعني نقدر نقول يعني الحاجة السهلة اللي نقدر نقول الكمية الأكل اللي داخل يساوي المجهود اللي خارج. طيب. علشان يحصل توازن في الوزن. طيب. لكن إذا الشخص يصل إلى مرحلة عمرية نقول عمر 40 و50 سنة، هل هناك في وجبات معينة المفروض أنه هو يتجنبها؟ طبعا طبعا في حاجات كتيرة بالنسبة للسن ده، يعني ده لازم الوجبات السريعة يتجنبها، لازم فقط الوجبات السريعة؟ لا، كل الحاجات اللي فيها قلي زيادة، احنا دي هتزود معانا الكوليسترول. فاحنا بنبتدي نحافظ في السن ده ان هو لازم يبتدي يلجأ للرياضة، وخصوصا المشي، لازم يبتدي يزود من شرب المية، لازم يتجنب المشروبات الغازية ويلجأ للمية، يبتدي يبتعد عن المشروبات اللي فيها سكر كتير حتى لو كانت عصاير معلبة. طيب. يلجأ للفاكهة اكتر، يعني دايما يشوف الحاجات اللي هي تزود له، لان طبعا في بدايه 40 سنه او 50 و60، خاصه اذا كان عنده مصاب ببعض الامراض. بالظبط، دي هتزود جدا. بالظبط، هتزود معانا جدا وهتعمل لنا مشاكل. حتى لو كان عنده استعداد بسيط، الاكلات دي هتبتدي تسرع لنا ظهور الامراض دي. نعم، ممتاز جدا. احنا جدا سعيدين بوجودك اليوم معنا استاذ داليا في برنامج قهوه الصباح. ونحن حبينا انه بدايه برنامجنا مباشره نتكلم عن التغذيه الصحيه السليمه اللي لها من اهميه ايضا لمختلف افراد المجتمع، كرسائل اخيره او خطوات عمليه فيما يتعلق بالتغذيه تحب تقدميها ايضا للمشاهدين. خطوات عمليه ان احنا نبتدي بيها، اهم حاجه لازم وجبه الفطار، يعني زي ما قلنا نشجع اولادنا جدا على ممارسه الرياضه، سواء أولادنا صغيرين وحتى لازم الأم تكون قدوة والأب. يعني أنا أولادي لما يشوفوني أنا بلعب رياضة أكيد لازم هم هيطلعوا يعملوا زيي. أبتدي أحط الوجبات بتاعتي السليمة اللي في البيت، أهتم بالفاكهة جدا، أهتم بالخضار، أقلل على قد ما أقدر نسبة السكريات العالية. لازم أقول وجبة الفطار مهمة جدا، وجبة العشاء تكون خفيفة، وجبة الغداء إيه المهم فيها، اللي هي الحاجات الأساسية الطفل يعني هيلاقي برضو جزء من الحاجات اللي هو بيحبها، لكن ما ينفعش ان انا اقفل عليه خالص. انا اشكرك جدا استاذه داليا حسن قاسم اخصائيه تغذيه على هذا اللقاء المثري، قدمتي لنا كذا نصائح جدا قيمه، وان شاء الله كل المشاهدين استفادوا من هذه النصائح. ميرسي ليكم جدا، الف الف شكر. اذا مشاهدينا الاحبه نحن مستمرين معاكم، وربي يعطيكم العافيه ان شاء الله، وربي يسعدكم ويديم الفرحه والسعاده دائما على قلوبكم. متواصلين معاكم، الحين راح ناخذ فاصل ولنا عوده ان شاء الله لننتقل الى فقرة أخرى مع زميلنا أيمن الفجراني، تابعونا.
نسمع دائما عن كثير من النصائح والإرشادات التي تؤكد على أهمية الرياضات في حياتنا وعلاقتها بعالم الرشاقة والصحة والجمال، ولأن للرياضة مكانة عظيمة وحث عليها رسولنا الكريم في قوله: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فقد عمل الإنسان على جعلها أساسا مهما في حياته اليومية، فساعدته للتخلص من كثير من الأمراض المزمنة ومكنته من العيش حياة سعيدة خالية من المتاعب والأعباء الحياتية اليومية وبذهن صاف دائما ما يشعره بالراحة النفسية على اختلاف الظروف والمشاغل والمتاعب. واليوم سنتعرف عن قرب عن هذه الفوائد الكثيرة للرياضة، وسنجيب على كثير من التساؤلات المختلفة التي تدور في أذهانكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأهلا ومرحبا بكم في صباحات جديدة وإطلالة جديدة ومميزة من برنامج قهوة الصباح عبر تلفزيون سلطنة عمان، وأيضا إطلالة جديدة للفقرة الرياضية من برنامج قهوة الصباح. بإذن الله دائما نتمنى أن نكون خفيفين عليكم في أول الصباحات، ودائما إن شاء الله نكون أيضا مميزين في فقرتنا الرياضية المتنوعة بإذن الله ستكون خلال الأسابيع القادمة. كل يوم ستحكي عن موضوع مختلف وستجيب عن كثير من التساؤلات الكثيرة والمهمة في حياة كل رياضي وإنسان مهتم أيضا بالرياضة بكل جوانبها. وأكيد الرياضة مهمة في حياة كل الإنسان لبناء جسم سليم وعقل سليم وصحي من كل مكروه ومن كل الأمراض بإذن الله تعالى. كثير من الأشياء وكثير أيضا من الفئات العمرية تهتم بهذه الرياضة كونها هي الأساس في حياة كل الناس، وأيضا مهمة في حياة أيضا كبار السن وبالنسبة للبالغين. من خلال إن شاء الله موضوع فقرتنا لهذا اليوم، من خلال ضيفنا المتواجد معنا، سنجيب أيضا على كثير من الأسئلة المتعلقة بأهمية الرياضة في حياة الإنسان كونها تدخل فيها فوائد كثيرة، وفي أيضا هناك ما يتعلق أيضا بأضرار الرياضة. ربما الكثير يتساءل عن هذه الأضرار وكيف يمكن الوقاية من هذه الأضرار، وهناك أيضا الإنسان معرض دائما لأضرار كثيرة في رياضات مختلفة ومنوعة سنتعرف عليها بإذن الله من خلال ضيفنا المتواجد معنا لليوم في أول إطلالة من الفقرة الرياضية. يسعدني أن يكون معي الأستاذ شهاب بن حمد بن مبارك الشكيلي، أخصائي علاج طبيعي ومدير أيضا بمركز رندا للعلاج الطبيعي. نقول يسعد صباحك يا شهاب. يسعد صباحكم أعزائي، وأشكر حسن استضافتكم لي لهذا اليوم. يا مرحبا، نحن سعيدين أيضا بوجودك معنا للحديث عن أهمية الرياضة في حياة الإنسان. ربما الكثير خلينا نتكلم يسأل عن يعني أهمية بعض الرياضات وتغيب عن باله رياضات مهمة في حياته. نعم. ويعني يقتصر فقط على رياضة معينة، وبينما هناك في رياضات مختلفة مفيدة لكل عضو من أعضاء الجسم. خلينا نتعرف على هذا أهمية الرياضة وكونها تدخل أيضا في الفوائد، يعني نقول أهمية وفوائد. أكيد. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرياضة وكما الجميع يعرف أهميتها وضرورة ممارستها بشكل يومي ومنتظم، فالرياضة بشكل عام هي مهمة جدا لجسم الإنسان بشكل متكامل، فهي تقوي عضلات الجسم وتنشط من الدورة الدموية، وأيضا تكون هي كسلاح وقائي لمجموعة كبيرة من الأمراض كأمراض السكري والسمنة وأمراض السكتة الدماغية أيضا، وكذلك تشكل جهاز مناعي لمرض السرطان. جميل. أكيد فكل ما كان الجسم رياضي ويكون وقائي أكثر وحمية من هذه الأمراض. ممتاز جميل. أيضا هناك أهمية كبيرة تكمن في الرياضة
كل ما كان الإنسان رياضي تؤخر مرحلة الشيخوخة عند الإنسان. كما تلاحظ أخي أيمن الناس الرياضيين أصحاب اللياقة العائلية تظهر عليهم مراحل الشيخوخة بشكل متأخر. صحيح. يعني كل ما كان الشخص رياضي تأخرت هذه العلامات الشيخوخة عند يعني رغم كبر أعمارهم إلا أنك أيوة. ما شاء الله تلاحظ أنه الإنسان حتى يعني واضح من جسمه أكيد. يعني لائق بدنيا بالضبط. وصح جسمانيا قد يكون هو عمره تقريبا ما يعادل 50 سنة ولكن هو في أرض الواقع تلاحظ عليه ما يعني تعطيه فيما 35 أو 30 سنة لا أكثر. ما شاء الله صحيح فعلا. يعني نقدر نقول ربما شاب أنه الرياضة مهمة لكل الفئات العمرية سواء لصغار السن أو المراهقين أو حتى البالغ. أكيد أكيد. فنلاحظ أنه اهتمام المدارس أيضا بالنشاط الرياضي لأنه تكمن أهمية الرياضة أيضا في تنشيط العقل وترفع من مستوى الذكاء عند الطلاب. فعلا حتى هذه قصدك التمارين الصباحيه اللي يؤديها الطالب في أكيد المدرسه لها دور مهمة. لها دور في التحميه وتنشيط العقل والاستيعاب والادراك اثناء الحصص الدراسيه. يعني يدخل الحصه الاولى الطالب وخلاص متهيئ للحصص وخاصه أكيد. انه 8 حصص يعني في اليوم فاتوقع انه لها دور مهمه. يمكن البعض يسال عن هذه التمارين ربما تكون بسيطه الا انها مفعولها يكون بالضبط. ربما اقوى خلال يوم دراسي كامل. بالضبط. حتى هنا في الشركات المتقدمه في في في, في, في الدول النامية مثل اليابان تحرص كثير على 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 موظفيها أن يقوموا بممارسة النشاط الرياضي قبل وأثناء الدوام مما يرفع من استيعابهم وإنتاجيتهم والتحصيل العام للشركات أو للهيئات للموظفين العاملين داخلها. يعني قبل بداية الدوام نعم. في تمارين معينة نعم. يخضع هذا الموظف نعم. في أي قطاع عمل وأثناء الدوام في فاصل مثلاً أيوة. من الرياضة والتمارين بالضبط لكسر الروتين الممل عند الموظفين ممتع. ولخلق جو ممتع لجعل الموظف ينتج فعلا. ولذلك ما شاء الله يعني قيمة كبيرة في الإنتاج معدل الإنتاج والعطاء الكبير بالضبط. جميل. يعني نقدر نقول إن هي كمورد أيضا اقتصادي وسياسي مهم أصبح وحديث دائما في الشارع الرياضي. نتكلم عن أكيد. الرياضة بكل جوانبها بكل أنواعها. الرياضة مهمة أيضا يعني شكلت عالم مختلف من الدول النامية صارت تصارع حتى الدول المتقدمة وخاصة في مجال الرياضة بالضبط. حتى مثل ما تلاحظ يعني في بعض الدول تصارع لاستضافة على سبيل المثال كأس العالم أو على المستوى الخليجي الدوري كأس الخليج ممتع. في كل دولة تستضيف هذا الدوري فهي ترفع من 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 اقتصاد الدولة ومن الناحية السياحية فعلا. جميل جميل. وخاصة أنه كأس العالم يكون كل المشاركين من كل مختلف الأنحاء العالم وتكون كل الزيارة وكل الأضواء مسلطة على تلك الدولة أكيد. نفس الشيء يعني الشاب نتكلم عن الألعاب الأولمبياد الأخيرة 2016 في البرازيل في ريو دي جانيرو على الرغم من الحالة الاقتصادية اللي موجودة في هذه الدولة إلى أنهم ما شاء الله يعني قدموا خطوة وأثبتوا للعالم جدارتهم ويعني بنسبة نقدر نقول 90% من استضافة هذه الألعاب الأولمبية كانت حديث العالم وبالفعل أثبتوا نجاحهم. أكيد أن استضافة أي دولة لأي فعالية عالمية وكبيرة ومشهورة قد تشكل وتؤثر بشكل إيجابي من ناحية الاقتصادية. وبما نتكلم عن الاقتصاد إذا الرياضة أيضا تسهم في الاقتصاد بما أنه في رياضة إذا هناك في صحة أكيد. وبما أنه هناك صحة في الجسم الإنسان إذا تقلل من تكاليف العلاج لهؤلاء الناس. صحيح. فإذا وفرت للدولة تكاليف علاج لأن في فئة رياضية مبنية على أسس ونظام صحي متكامل ومن ضمنها الرياضة فعلا وتكون في يعني كوادر مؤهلة أيضا لعلاج مثل هذه الأمراض ومثل هذا الرياضيين لو لا سمح الله أصيبوا بأي ميكروب. أكيد. وأيضا يشكل العامل الأسري للوالدين وأنهم بتربية الأبناء وتشجيعهم على الرياضة وحثهم على هذه الأشياء إذا يساعد أيضا في تنشئة جيل سليم صحي متكامل ومثل ما أسلفت سابقا فقلت العقل السليم في الجسم السليم. فعلا فعلا. يعني أنت تتكلم أيضا عن نقطة ربما شهاب مهمة اللي هي الوعي الاجتماعي بأهمية الرياضة وكيف ممكن أيضا أن نوصل الرسالة للمجتمع عن أهمية الرياضة. بعض المجتمعات ممكن تلاحظ أنه يمنع مثلا طفله أو ولده من ممارسة رياضة معينة يعني خوفا عليه مثلا لا سمح الله من حدوث أي مشكلة ربما
ككسر أو غيره مثلا، يقول لك يمنعك والده يمنعه من ممارسة رياضة كرة القدم في أوقات العصر. بعض المجتمعات ما زالت حتى الآن ربما تمنع أبنائها من ممارسة هذا الرياضة. هو لا يمنع عن الحرص على الأبناء من هذه الأمور، ولكن في نفس الوقت هناك فائدة تكمن أو تندرج تحت الرياضة، فلا بد من الحرص على المتابعة عليها. وقد يكون لوزارة الشؤون الرياضية الدور الكبير والفعال فيها في نشر الوعي من خلال الأندية الرياضية الثقافية، في أندية رياضية وثقافية في نفس الوقت تعمل على توعية المجتمعات العمانية. ممتاز. وأيضا دور الإعلام بالتعاون مع هذه الجهات المختصة في نشر الوعي وتوصيل الرسالة، وتوصيل الرسالة بالشكل الصحيح. ممتاز، جميل جدا. خلينا نتكلم ربما عن محور مهم، إنه كيف ممكن يعني بعض الرياضات يعني تغيب، يعني ما أعرف أنا في أي وقت مثلا ممكن أمارس هذا الرياضة، أو متى ممكن أمارس مثل هذا التمارين الرياضية، أو ممكن أمارسها ولكن بشكل متقطع، يعني كيف ممكن أحرص دائما على أن أمارس هذا الرياضة بشكل مستمر؟ جميل، نقطة مهمة جدا، لأن في بعض الناس يمارسون الرياضة في أوقات لا ينصح بها، والبعض الآخر في أوقات إنه المفروض أنه تمارس في هذا الوقت، وفي أوقات أنه يستبعد فيها. على سبيل المثال أنه الرياضة في الصباح الباكر وقت جميل والجميع ينصح فيه. من ناحية أخرى أن الرياضة أنك تتمارسها بعد مثل بعد الوجبات، فهذه تشكل خطر على الشخص، يعني بعد الوجبات، بعد الوجبات مباشرة يعني تشكل خطورة على الشخص، من الجسم يحمل غذاء والطاقة الاستيعابية للجسم والفائدة من هذا الغذاء تحتاج لها وقت لبين امتصاص الفوائد والفيتامينات والبروتينات وهذه الأشياء من هذه الوجبة. فينصح، لكن يقول لك في مثل رائج معنا في محلية يقول لك تعشى وتمشى. هو شوف في بعض الأشياء، هذه أمثلة لشيابنا القدامى، في بعضها مهمة وواقعة جدا وقد تكون صحيحة، وقد تكون صحيحة. يمكن يعني قصدهم حتى في المشي أنك أنت تتناول وجبة العشاء أيوة. وتمشي ما في أيوة. مشكلة في يعني. هذه النقطة ما بتكون في إشكالية كبيرة يعني. أكيد في هذه النقطة إيش اللي نتعشى وتمشى الغرض منها على أساس أنك أنت لا تأكل وتروح تنام على طول. أيه فعلا. فالغرض ما أنه أنك تتعشى وعلى طول تروح تمشي، الغرض منه أنك لا تأكل وتنام على طول، وتنام على طول بعد الأكل. فعلا. فمن وجهة نظري أنها قد تكون هذه هي النقطة الأساسية، يعني أنك الرسالة أنه يعني من بعد الأكل ما تمارس رياضة بشكل مباشر. بشكل مباشر، يعني ممكن تنتظر فترة معينة. نعم. أو لا تقل معين. عن ساعة، لا تقل عن ساعة، ومن بعدها من ساعة تبدأ إلى نشاطك ساعة. الرياضي أيوة. وبشكل تدريجي، وقبل أن تمارس أي رياضة أنصح بعملية الإحماء، أنك أنت تعمل تسخين. أيوة. كأنك تهيئ الدورة الدموية. والدورة الدموية، لأنه في بعض الرياضيين أو في بعض لعب كرة القدم أو بشتى الرياضات يمارس الرياضة والتمارين بشكل مباشر على طول، يلبس اللبس الرياضي ويخرج ويمارس. لا، هذه تشكل خطر عليه، يعني ممكن يدخل الملعب وأصلا ما مسخن كمان. بالضبط، وهذه بشكل صعوبة عليه وتسبب إلى إصابات رياضية بالغة قد تمنعه من اللعب لمدة شهور، وإصابات الركبة أيضا كان أكثر من سببها. أكيد، فينصح فيها بالإحماء بالإطالة، هذا مهمة وضرورية جدا، ويبدأ بالرياضة تدريجيا. جميل. لكن هل شاب في وقت معين الإنسان يحرص على ممارسة الرياضة فيه؟ مثلا يقول لك دائما ما نسمع أنه يعني بدايات الصباح الأولى تكون جميل أنه الواحد يمارس فيها مثلا رياضات مختلفة معينة، مثل يلتحق بصالة رياضية يمارس فيها بعض التمارين، أو حتى ممارسة المشي والركض مثلا على الشواطئ أو حتى على الطرقات. بالضبط، فيما الأغلب والمنتشر عند الناس يعني حاليا أن فترة العصر قد تكون هي الفترة الشائعة لممارسة الرياضة. بعد الدوام الناس تتغدى وتأكل وترتاح، تيجي على الساعة 5، ما فترة ما بين العصر والمغرب. ما شاء الله، تشوف كل الشعب. أكيد تحصل اللي على الشاطئ. صحيح. أو حتى فترة المساء بالليل، واللي يركض واللي يمشي فعلا. أيوة، في الليل تحصلهم على الطرقات المخصصة للمشي أو أيضا على الشواطئ. لكن ممكن نقول أنه وقت الصباح هو الوقت ربما الأنسب لممارسة رياضة المشي، ولها تأثيرها أيضا للجسم وصحة الدورة الدموية في جسم الإنسان والوقاية كثير من الأمراض. لأنه في بعض الأطباء ينصحك يعني لا سمح الله في حالة حدوث أو أصبت بأي مرض معين، يقول لك زين أنك تمشي الصباح، بداية الصباح زين تمارس رياضة المشي، مهم جدا يعني. أكيد، أصلا هو يعمل إحماء للجسم أو للشخص نفسه، لأنه مقبل على يوم
يعني حافل بأنشطة، حافل بشغل، بأشياء كثيرة. خلاص تبدأ يوم وعملك وانت بقمة نشاطك. أكيد. جميل جميل، يعني أتوقع أنه رسالة، لكن ربما أيضا البعض يسأل هناك في أضرار معينة للرياضة. أنتوا الحين تتكلموا عن الرياضة وتقولوا فوائدها، بينما في تناقض يعني يصير. نعم. هل هناك أيضا في أضرار للرياضة؟ أكيد. أولا إذا كانت تمارس بشكل خاطئ فهي تسبب ضرر. مثلا بعض الممارسين للرياضة اللي يروحوا للصالات الرياضية اللي يرفعوا مثلا الأثقال، على سبيل المثال يحملون أوزان فعلا يعني ثقيلة أكثر ما هي تتحمل. أيوة. أكثر ما هم تتحمل من الطاقة. صحيح. في الجسم ينهك. وأيضا مثل ما أسلفت سابقا، الناس اللي تمارس الرياضة بدون إحماء فتشكل صعوبة وتشكل إصابات رياضية أثناء. وأيضا في بعض الحالات لازم تراعى عند الأشخاص اللي أصحاب المرضى القلب أو شتى الأمراض، أنهم يراعوا أنفسهم بممارسة الرياضة بما تتناسب مع طاقة الاستيعابية للجسم. ممتاز. في يقول لك نفس الشيء، مستحيل أنا أروح أسبح وأنا ما عندي أصلا، ما قادر أيضا على السبح وما أعرف عن هذا الرياضة أي شيء، إلا من بعد تدريب ومن بعد توجيه وتعلم ممكن أن أمارس هذا الرياضة. أنت ممكن تعرض نفسك للخطر في ممارسة. أكيد. والرياضة السباحة تكمن فيها خطورة كبيرة. يعني أبسط مثال، كنوع مثال. أيوة. يعني للسباحة، يعني كأبسط مثال، إذا صار لك شد عضلي وأنت في السباحة وفي حوض عميق، أنت بتتوقف عن السباحة، بتغرق، ما بتقدر تحرك جسمك. صحيح. بسبب شد عضلي وبسبب بسيط. صحيح. نفس الشيء لما تمارسها وانت جاي من بعد التوقف، يعني كنت ممارس تمارس الرياضة مثلا، نفترض كرة القدم تمارسها بشكل مستمر وتلعب مباريات وتلعب يعني دائما تكون بشكل مستمر يعني. نعم. ولكن توقفت فترة وبعدين رجعت، فأتوقع لما تبدأ راح يشكل خطر كبير. بالضبط. لازم ترجع للرياضة تدريجيا. جميل جميل. في رسالة أو كلمة أخيرة حاب تقولها للمشاهد الكريم شاب؟ أكيد. الرياضة مهمة جدا، فلأنه في دراسات أكدت، في دراسات في كندا أنه ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع تسهم في تقليل الوزن من 5-7%، وتقلل من نسبة الإصابة بمرض السكري بنسبة 58%. ما شاء الله. وأيضا علاقة الرياضة بالسرطان وخاصة سرطان القولون هي تسهم في 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 المناعة من عدم حدوث سرطان القولون بنسبة من تقريبا من 30-40%. إذا هنا الرياضة مهمة جدا جدا، ولو نمارس في اليوم على الأقل 30 دقيقة، نصف ساعة نخصص من يومنا أقل شيء ممارسة رياضة المشي، أبسط رياضة وأسهل رياضة وما تأخذ من وقتنا كثير. جميل جميل جدا. سعيد جدا بوجودك معي شاب بن حمد بن مبارك الشكيلة، أخصائي علاج طبيعي ومدير مركز رندا للعلاج الطبيعي. وعسى إن شاء الله يكون بين لقاءات قادمة إن شاء الله. بإذن الله من خلال الفقرة الرياضية ببرنامج قهوة الصباح. شكرا إن جزيلا. الله يخليك. شكرا لكم أيضا أنتم متابعينا ومشاهدينا الكرام في برنامج قهوة الصباح. نقول دائما لا يوجد عقل سليم بلا جسم سليم، ولا يوجد جسم سليم بدون وجود الرياضة. نتمنى لكم إن شاء الله دائما صباحاتكم ودائما أيامكم مليئة بالرياضات وبعيدة عن كل مكروه وأمراض بإذن الله تعالى. نتمنى لكم صباحات أيضا مليئة بالنشاط والطاقة الإيجابية. نذهب لفاصل قصير وبعدها لنا عودة لما تبقى من برنامج وفقرات قهوة الصباح. صباح، ابقوا معنا.
يا مرحبا وسهلا مشاهدينا الاحبه، وصباح الخير للجميع. صباحكم قهوه، فنجان قهوه ساخن يمدكم بالنشاط والحيويه. وكنا في محطه وفقره الدول الصحيه، انتقلنا الى فقره الرياضه، والحين الى فقره الصحافه، استعراض لاهم العناوين والاخبار الصادره في صحفنا المحليه. ونبتدئ بمشيئه الله تعالى مع جريده عمان، واخترنا لكم العنوان الاول: المرحله الثانيه من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنطلق اليوم بمباركه ساميه. وعنوان آخر: 10573 زائرا لكهف الهوتة بالحمراء خلال إجازة عيد الأضحى، والقطار ينفذ 235 رحلة. عنوان آخر أيضا مشاهدين الأحبة اخترنا لكم من جريدة عمان: الناتج المحلي بالسلطنة يسجل انخفاضا بنسبة 12.2% بنهاية الربع الأول من العام الحالي. ومن جريدة عمان ننتقل بكم إلى جريدة الوطن، واخترنا لكم: مجلس التعليم ينفذ حلقات عمل تحضيرية لندوة التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل. ملتقى فرص الأعمال العماني الروسي الأول يستعرض مجالات التعاون في السياحة والصناعة والنفط والغاز والتعدين. واخترنا لكم أيضا عنوان رياضي: منتخبنا الوطني لناشئي كرة القدم يصل إلى الصدارة ويواجه نظيره الكوري الجنوبي العنيد غدا. وأيضا ننتقل بكم إلى الأخبار العالمية، واخترنا لكم هذا الموضوع: منبه ذكي برائحة من اختيارك. قد يكون الاستيقاظ مبكرا أمرا مزعجا للكثير من الأشخاص، لكن إذا كان هناك رائحة جيدة يمكنها أن تؤثر على المخ وتجعلك تستيقظ بشكل أكثر نشاطا وحيوية، فهو أمر جيد. لذلك تم العمل على منبه ذكي جديد يحمل اسم سنسر ووك، لا يعتمد في عمله على الصوت المتعارف عليه للمنبهات التي في كثير من الأحيان تكون ذات صوت مزعج، ولكنه يعتمد على تقديم مجموعة من الروائح القادرة على التأثير على عقلك الباطن لتوقظك بشكل أكثر انتعاشا. المنبه يستخدم مجموعة من الروائح المنفصلة التي يتم تركيبها بداخله لتخرج لك وتصل إلى أنفك في الوقت الذي تضبط فيه الساعة. إذن هذا ما اخترنا لكم مشاهدي الأحبة من عناوين ومن أخبار صادرة في صحفنا المحلية. الحين نروح لزميلتنا فايزة السلطية وفقرة عالم المدارس، ولكن بعد الفاصل فتابعونا وتابعوها. ولي الأمر الإلكتروني على الهواتف الذكية يوفر بيئة تفاعلية بين المدرسة والمجتمع، ويهدف إلى تمكين ولي الأمر من متابعة الأداء الأكاديمي والجوانب التربوية والتعليمية المتعلقة بأبنائهم الطلبة. يتميز بسهولة الاستخدام، ويقدم خدمات مثل تحويل الطلبة بين المدارس ومتابعة الجدول المدرسي والغياب والحضور والانضباط ومتابعة الأداء الأكاديمي. ويتوفر التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم التسجيل فيه باسم مستخدم وكلمة سر لضمان الخصوصية، كما أنه مرتبط بقاعدة بيانات محدثة باستمرار. وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج قهوة الصباح. وصلنا الآن تحديدا
إلى فقرة عالم المدارس. ومثل ما لاحظتوا في التقرير السابق اللي تحدث عن تطبيق ولي الأمر، دشنت وزارة التربية والتعليم العديد من التطبيقات في الهواتف الذكية، وأصبحت طبعا هذه التطبيقات متاحة لكل شخص يستطيع طبعا أن يستفيد منها. هناك تطبيق مدرستي، وهناك أيضا تطبيق ولي الأمر الذي سوف نتحدث عنه، وكذلك ممكن أيضا أن نتحدث عن علاقة تطبيق ولي الأمر بتطبيق مدرستي وكيف ممكن أن تستفيدوا منه. هذه التفاصيل إن شاء الله سوف تكون طبعا حاضرة موجودة مع ضيف اليوم. نرحب فيه، كيف الحال أستاذ؟ الحمد لله أستاذ، كيف الحال؟ كل عام أنت بخير وجميع المشاهدين إن شاء الله تعالى. وأنت بخير أستاذ. إذن طبعا لدينا الفاضل حمدان بن عبد الله بن حمدان الحمادي، مدير دائرة نظم المعلومات. أهلا وسهلا فيك أستاذ معنا. يا أهلا وسهلا أستاذ فايز، الله يحفظك إن شاء الله. حياك الله معنا. كذا خلينا طبعا في البداية نعرف مشاهدينا الكرام نبذة بسيطة عن تطبيق ولي الأمر. هناك أكيد الكثير منهم من لا يعرف هذا التطبيق، نود أن نعطيهم كذا نبذة حتى يتعرفوا على هذا التطبيق. بالنسبة لتطبيق ولي الأمر، طبعا سعت وزارة التربية والتعليم منذ فترة طويلة جدا بأنه توصل خدمات أولياء الأمور بأسهل الطرق وأسهلها، فكانت أسهل الطرق التطبيقات أو تطبيقات الهواتف الذكية، فبدأت فعلا بإنتاج تطبيقات الهواتف الذكية. كان أول تطبيق مدرستي وخاص بالمعلمين، وكان في العام 2015. الخدمة الأخرى تطبيق ولي الأمر، وتم تدشينه في شهر 4 من العام 2016 هذا العام. وطبعا كان هدفه الرئيسي إيصال خدمات أولياء الأمور بأسهل الطرق وأسهلها لجميع أولياء الأمور. التطبيق يقدم مجموعة من الخدمات كثيرة لأولياء الأمور، يسهل عليهم عملية التواصل بين المدرسة وبين ولي الأمر، والتعرف على مستوى أبنائهم، وغيرها من التفاصيل أيضا داخل التطبيق. نعم، أعطينا كذا تفاصيل عن التطبيق وأبرز الخدمات اللي هي طبعا يقدمها هذا التطبيق، مثل ما نشوف كذا طبعا الحين على الهواء اللي هو يعني شرح آلية اسم المستخدم، وأيضا بالضبط كلمة بالضبط المرور، وكيف ممكن أيضا ولي الأمر يحصل على هذه شو اسمه كلمة المرور وأيضا اسم المستخدم من خلال طبعا متابعة الشاشة. نعم تفضل. طبعا بداية التطبيق الحصول على اسم المستخدم وكلمة مرور، قبل ما نبدأ في الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، يجب على الجميع أولا الحصول على اسم المستخدم من خلال البوابة التعليمية. طبعا لكل ولي أمر يستطيع الحصول على اسم المستخدم بثلاث طرق رئيسية. الطريقة الأولى للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور هي إما استخدام الرسائل النصية القصيرة. طبعا عندنا نوعين من الاستخدام للشركات الاتصالات، اذا كان المشغل العمانتل فبامكانه ارسال رساله نصيه يكتب فيها حرف ميم ثم مسافه والرقم المدني، ويرسل اسم المستخدم للشركه شركه الهاتف. الثاني شركه اريدو ايضا يكتب حرف يو باللغه الانجليزيه ويدخل الرقم المدني ثم يرسل للحصول على اسم المستخدم. الطريقة الثانية هي بالاستعلام عن طريق البريد الإلكتروني المسجل لولي الأمر في قاعدة البيانات. الطريقة الثالثة هي الوصول إلى أقرب مدرسة فيها أحد أبنائه للحصول على اسم المستخدم وكلمة مرور بالبوابة التعليمية. بعد ذلك بالإمكان لكل أولياء الأمور الدخول في التطبيق. طبعا نوعين من التطبيق أو الإصدار لأندرويد وأيضا للإصدار للآي أو إس. التطبيق مباشرة بعد تحميله من المتجر أو من الماركت بإمكانه مباشرة يدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة اللي حصل عليها. بعد ذلك يجد أبنائه اللي موجودين في النظام مسجلين لديه، في حال أنه ما وجد أحد الأبناء بإمكانه التواصل مع إحدى المدارس، وتعمل له على طول عملية بسيطة وهي عملية ربط الإبن بالرقم المدني وظهور الإبن مباشرة في التطبيق. التطبيق طبعا يقدم كثير من الخدمات، مجموعة من الخدمات الأساسية اللي يحتاجها ولي الأمر بشكل مستمر. ممكن من الأشياء الرئيسية اللي يحتاجها ولي الأمر أولا التأكد أنه بيانات ابنه صحيحة تماما، وأنه البيانات الواردة في التطبيق صحيحة. استباقا لهذا الموضوع تم ربط قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم والتحقق منها من خلال الإدارة العامة للمرور، فيجد الجميع أنه البيانات الأساسية الموجودة في
التطبيق واللي نزلت في التطبيق سواء بيانات ولي الأمر أو بيانات الابن يجدها كما هي موجودة في الأحوال المدنية. في حال وجود ملاحظة معينة بإمكان ولي الأمر أيضا التواصل مع الأحوال المدنية لتعديل البيانات الخاصة ماذا عن التطبيق؟ هذا التطبيق هل هو مجاني؟ مجاني للجميع، بالإمكان التحميل مثل ما اخترنا سواء للأندرويد أو الآي أو أس. مباشرة يكتب كلمة ولي الأمر يجد التطبيق ومباشرة يعمل التحميل. ولو لاحظتوا أنه حاولنا أنه يكون الشعار أيضا شعار التطبيق نفسه يعني مأخوذ من البيئة العمانية قدر الإمكان مع الألوان العلم العماني أيضا. يعني مجرد أنه يكتب فقط على جوجل اللي هي محرك البحث نكتب ولي الأمر، يكتب كلمة ولي الأمر فقط تطلع لنا طبعا صورة التطبيق بالضبط. بإمكان بكل سهولة طبعا يعمل تحميل مباشرة التطبيق مباشرة للتطبيق. نعم جميل جدا. ما مدى تفاعل أولياء الأمور حول هذا التطبيق؟ التطبيق من بداية نزوله حتى الآن العدد بسيط اللي قاموا بالتحميل 53,000، لكن اللي يستخدموا النظام فعليا حتى الان هم 22,000 فقط. المفروض العدد طبعا احنا عندنا اولياء الامور يتجاوز 350,000 ولي امر، فالمفترض يكون الرقم اعلى من هذا الرقم باضعاف. اذا هو عدد كذا خجول جدا. بالضبط طبعاً. فاحنا فعلا نحتاج الى انه التطبيق يتم توعيه اضافيه عليه، وايضا التطبيق مهم يعطي خدمات كثيرة لأولياء الأمور، غياب الابن، المواد الاختيارية وغيرها من هذه الخدمات اللي يعطيها لولي الأمر. لو نجي نركز طبعا على هي عملية نقل الطالب وتحويله من مدرسة إلى أخرى، كثير طبعا منهم من أولياء الأمور كانوا يتساءلوا عن عملية تحويل الطالب من مدرسة إلى أخرى. نعم. هل هي فترة محددة أو معينة لنقل هذا الطالب، أم أنه ممكن أنه ينقل الأب أو ولي الأمر ابنه طوال العام الدراسي عنده فرصة النقل؟ بالنسبة لتنقلات الطلبة ما بين المدارس يختلف. إذا كان بداية العام الدراسي بين المدارس الحكومية مفتوح طيلة العام مباشرة، بإمكان ولي الأمر يدخل في التطبيق ويعمل تحويل لابنه متى شاء، حتى لو تم إغلاق المدارس والانتهاء منها كانت فقط في التطبيق مفتوح، لكن في فترة الإجازة الصيفية يتم لكل محافظة تعليمية توقف عملية التحويلات لعدم وجود المعنيين بالمدرسة. يعني متى يتم إيقافها تقريبا؟ مباشرة بعد نهاية العام الدراسي يتم إيقاف الخدمة، تفتح الخدمة تلقائية مباشرة أول يوم للدوام المدرسي، فبإمكان أولياء الأمور التقديم لتحويلات الطلبة. لكن كثير من أولياء الأمور يجب أن يراعوا نقطة معينة، وهي أنه النظام مرتبط بالشواغر، بمعنى أنه لا يمكن لولي الأمر أو لا يمكن للنظام أن يقوم بعملية التحويل إن لم يكن هناك مقعد شاغر للابن. نعم. فيجد كثير من أولياء الأمور أن التطبيق لا يعمل. ليست المشكلة في التطبيق وإنما لعدم وجود شاغر في تلك المدرسة. أيضا هناك ملاحظة أخرى بالنسبة للطلبة المدارس اللي الصف 11 والـ12، كثير من أولياء الأمور يريد ينقل ابنه من مدرسة إلى مدرسة، فيجد أن المدرسة غير ظاهرة في التطبيق. طبيعي المدرسة ما تظهر لأن صفوف 11 والـ12 مرتبطة بعملية خيارات الطالب، فقد تكون إحدى الخيارات غير موجودة في هذه المدرسة، ولذلك المدرسة لا تظهر لأولياء الأمور. بخصوص خيارات الطلاب خاصة الطالب اللي هو العاشر اللي يختار مواد للحادي عشر، هل توجد أيضا هناك طبعا خانة لهم في هذا التطبيق؟ نعم. ويستطيع أيضا ولي الأمر أن يتابع ابنه هنا؟ طبعا خيارات الطلاب عادة تبدأ من الصف العاشر. نعم. للعام القادم طبعا راح تبدأ أعتقد بمطلع العام الجديد. بإمكان كل طالب يدخل في النظام طبعا عن طريق البوابة التعليمية ويضع خياراته. مباشرة فور قيام الطالب بالحفظ يقوم النظام بإرسال إشعارات لأولياء الأمور بخيارات ابنه على التطبيق. فور قيام ولي الأمر بفتح التطبيق ومشاهدة خيارات ابنه يقوم النظام تلقائيا بإعلام أخصائي التوجيه المهني أو إدارة المدرسة بأنه ولي الأمر قام بقراءة المواد الاختيارية لابنه ومشاهدتها. نعم، بخصوص اللي هو تطبيق مدرستي، هل له علاقة طبعا بتطبيق ولي الأمر؟ نركز كيف يستطيع هنا ولي الأمر أن أيضا يتواصل مع المعلمين؟ تطبيق ولي الأمر تم ربطه بتطبيق مدرستي. نعم. ولي الأمر في شاشة خاصة موجودة عنده وهي شاشة التواصل، يمكن لولي الأمر من خلال شاشة التواصل مباشرة الدخول للشاشة
واختيار، هي تم تصميمها مثل الرسائل النصية القصيرة. نعم. مباشرة فور دخوله راح يعطي النظام رسالة. هل هذا أيضا موجود في المدارس الخاصة؟ موجود في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، جميع مدارس السلطنة يشملها التطبيق بدون تحديد. يمكن لولي الأمر التواصل مع المعلمين، معلمي المواد. نعم. مع مدير المدرسة أيضا تلقائيا عن طريق فتح الشاشة الخاصة بعملية التواصل. شكرا جزيلا لك أستاذ على هذا التوضيح. إذا نشكر ضيفنا الأستاذ عبد الله بن حمدان الحمادي مدير دائرة نظم المعلومات على توضيحه طبعا لتطبيق ولي الأمر. شكرا جزيلا لك. الله يحفظكم أستاذ، جزاكم الله خير جميعا. وأيضا طبعا شكر الجزيل لكم وعلى متابعتكم. طبعا هناك أيضا رسالة اعتبروها رسالة صباحية منا لكم نوجهكم طبعا في أهمية الاهتمام بتنزيل تطبيق اللي هو ولي الأمر من أجل طبعا أن تكون هناك لديكم سهولة لمتابعة أبنائكم سواء كان عن الغياب أو الحضور أو السلوكيات وغيرها طبعا الكثير. أكيد هناك طبعا محطات أخرى من برنامج قهوة الصباح، ننتقل الآن إلى محطة أخرى فابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة، وتحية لكل من يتابعنا الآن وانضم لمتابعة برنامج قهوة الصباح. مستمرين معاكم في فقراتنا وأيضا محطاتنا وحواراتنا المتنوعة. في فقرتنا هذه إن شاء الله راح نسلط الضوء على مسابقة وجوه عمانية النسخة الثانية من تنظيم مجموعة من الشباب العماني، وتهدف المسابقة إلى تنمية الطاقات الشبابية والحفاظ أيضا على الزي العماني. راح نعرف كل التفاصيل أهداف هذه المسابقة وأيضا شروط هذه المسابقة مع ضيفنا الكريم يونس بن عبد الله المعمري رئيس مجموعة مزيج العمانية المنظمة لمسابقة وجوه عمانية النسخة الثانية. أهلا وسهلا فيك يونس وصباحك خير. صباح نور وسرور أخت حوراء، حياك الله معنا. مرحبا بك يا يونس وصباحك خير وكل عام وانت بخير ايضا. وانت بصحة وسلامة. نتكلم عن هذه المسابقة، مثل ما نعرف ان المسابقات الانشطة الثقافية لها دور كبير في دفع عجلة التنمية والرقي ايضا لافراد المجتمع، بالاضافة ايضا الى تطوير وصقل مواهبهم في مختلف المجالات. اليوم نتكلم عن هذه المسابقة وخلنا نقول وجوه عمانية وفي نسختها الثانية، كيف جاءت الفكرة وكيف ايضا فكرة هذه المسابقة بشكل عام، خبرهم المشاهدين. أي نعم، طبعا مثل بداية شكرا على هذه الاستضافة الطيبة. واجبنا. بالنسبة للمسابقة، طبعا المسابقة حاليا في نسختها الثانية كانت السنة الماضية بداية لها في الموسم الأول، وكانت تحمل هاشتاج هويتنا عمانية. أما هذا الموسم فبدأ بهوية جديدة وهي وجوه عمانية. طبعا المسابقة تهدف إلى دعم الشباب العماني ممتاز. في مجال الدعاية والإعلان من خلال تهيئتهم
وكذلك إبراز مواهبهم وطاقاتهم الشبابية في هذا المجال. نعم، يعني السنة الماضية كان عنوان المسابقة هوية عمانية، وهذه السنة وجوه عمانية. ليش تم تغيير العنوان بالضبط؟ لأنه فعلا مجال الدعاية والإعلان محتاج إلى الوجوه العمانية وإبرازها بطريقة حقيقية. فلنفرض يعني الشركات والمؤسسات وأيضا القطاع الحكومي محتاج إلى الوجوه العمانية لتمثيلهم في الإعلانات التجارية أو أيضا الإعلانات الخاصة التابعة لتلفزيون عمان، وأيضا لتمثيل هويتهم الحقيقية من غير الاستعانة بجاليات من الخارج ليمثلوا الهوية العمانية. الهوية العمانية لابد أن يمثلها شخص عماني صحيح. وليس بشخص أجنبي. جميل. لكي تتضح يعني الصورة والشكل العام يكون على حقيقته. صحيح. ذكرت تتضح الصورة ونقرب أيضا الصورة إحنا للمشاهدين الكرام عن هذه المسابقة. أنا أتكلم عن النسخة الجديدة اللي هي وجوه عمانية، عندما نقصد بهذا المصطلح وأن يكون شعارا أيضا لهذه المسابقة وجوه عمانية. الفكرة بالضبط أيضا للمشاهدين، هل هي بارتداء الزي العماني التقليدي الرجالي النسائي على سبيل المثال، أو إيش بالضبط تقصد فيه؟ بالنسبة كفكرة المسابقة، تركيزنا في الأول وفي في الأول على العنصر البشري. نعم. لابد أول أن يعني نطلع طاقات الشبابية. جميل. عن طريق اختيار عدد من الشباب. نعم. ضمن هذه المسابقة من خلال التصفيات اللي راح تقوم فيها لجنة التحكيم، وأيضا من خلال تصويت الجمهور. بالنسبة لل يعني كمسابقة، أنا أقصد لك إياها الحين، أنت تكلمت عن اختيار مجموعة من الأشخاص بحيث يكونوا داخل هذه المسابقة. هي نعم. لكن هل هناك فكرة أيضا في ارتداء الزي العماني التقليدي بحيث تكون ضمن نطاق هذه المسابقة؟ طبعا هذه من ضمن الأولويات اللي تقوم عليها المسابقة. جميل. وهي تأصيل الزي العماني. نعم. أنتوا ركزتوا في هذه المسابقة أكثر على العنصر الرجالي أكثر من العنصر النسائي. صحيح؟ صحيح. طيب نتكلم الحين يونس عن يعني استعداداتكم لهذه المسابقة، وهذه بعض الصور من النسخة الماضية، النسخة الأولى. هذه النسخة الحالية. هذه النسخة الحالية. أي نعم، هذا انعقاد المؤتمر الصحفي بفندق قصر البستان. نعم. بنهاية الشهر الماضي. نعم. في 30 أغسطس. وكان يعد انطلاق للمسابقة. جميل. والتسجيل لها. جميل. لا. جدا. طيب احنا ونشاهد ايضا هذه اللقطات مع المشاهدين الكرام، كلمني يا يونس عن اصداء هذه المسابقه سواء في نسختها الاولى او ايضا هذه النسخه، وما هو الجديد الذي سيقدم وسيضاف بمشيئه الله تعالى، وينتظره ايضا المشاهدين والمتتبعين ايضا لهذه المسابقه وكل تفاصيلها. بحمد الله وتوفيقه، يعني المسابقه لها اصداء طيبة ولله الحمد من انطلاق نسختها الأولى، والدليل على ذلك يعني إقامتنا للنسخة الثانية. جميل. هو دليل على يعني النجاح التي حققته المسابقة في نسختها الأولى. فإن شاء الله بإذن الله في هذه السنة بإذن الله راح تكون المسابقة لها شكل مختلف وطابع مختلف، وأيضا حتى بالنسبة للجنة التحكيم وضيوفنا من الخارج وطريقة وآلية المشاركة في المسابقة راح تختلف. كيف خبرنا وخبر المشاهدي عنها؟ بالنسبة للتسجيل للمسابقة طبعا هنالك شروط. أيوة. للمسابقة طبعا المتقدم لابد يكون عمره من 17 إلى 30 سنة. ممتاز. يكون عماني الجنسية. أيوة. أيضا لابد أنه يرسل بياناته الشخصية على الإيميل التابع للمسابقة. جميل. وصور خاصة فيه. من بعدها راح يتم عن طريق اللجنة المنظمة الاتصال بهؤلاء الأشخاص للحضور للكاستنج اللي هو لجنة التقييم، واللي راح يكون بإذن الله تعالى بفندق الهوليدي إن مسقط السيب. وبعدها راح يتم اختيار 20 شخص من مجموع المتقدمين من الشباب. ممتاز. المجال مفتوح ما زال؟ لا زال مفتوح إن شاء الله. هي نعم. طيب سؤال سريع،
الاستفادة حتى نتكلم كذا بكل شفافية، الفائز اللي فاز في هذه المسابقة السنة الماضية هل استفاد بالفعل من هذه التجربة من خلال دعمكم وأيضا مشاركته في يعني الحملات الإعلانية؟ شيء لا شك فيه طبعا، لولا الاستفادة لما الاستمرارية. فالحمد لله طبعا كل الشباب وليس فقط الفائز بالمركز الأول كلهم استفادوا من هذه المشاركة، ويعني أتيحت لهم فرصة المشاركة في أعمال كثيرة لشركات ومؤسسات خاصة وأيضا للتلفزيون العماني. ولكن الموضوع الذي لابد أن يناقش بطريقة واضحة أكثر، وهي أنه الشخص لابد أيضا أن يدعم نفسه بنفسه. يعني لا ينتظر الدعم، وأيضا أنا في النهاية يعني واقف أنتظر الدعم من الآخرين وأنا ما عندي الاستعداد أو الإمكانية أني أدعم نفسي. وليس الإنسان إلا ما سعى. أي نعم. نعم. طيب الحين أنا فقط سؤالي الأخير أيضا، بما أنك أنت ذكرت مراحل ربما وآلية تقييم أيضا هذه المسابقة، الحين اللي يتابع برنامج قهوة الصباح وحاب أيضا ينضم ويشارك في هذه المسابقة، كيف الآلية وقنوات التواصل؟ الآلية أن يكون مستوفي للشروط اللي ذكرتها سلفا، عمره ما بين 17 و30 سنة، عماني. يرسل لوين؟ يرسله إلى مزيج@hotmail.com. مزيج@hotmail.com هذا إيميلنا، ممكن يرسلوا عليه. عندكم حسابات شخصية؟ عندنا حسابات مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام ONT.model وكذلك مزيج، و من بعدها راح نتصل ونتواصل معهم بإذن الله. جميل، شكرا لك يونس بن عبد الله المعمري رئيس مجموعة مزيج العمانية المنظمة لمسابقة وجوه عمانية النسخة الثانية، على تواجدك اليوم معنا، موفقين إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شكرا لكم، الله يحفظكم يا رب. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام متواصلين معكم، الحين راح ناخذ فاصل ولنا عودة إن شاء الله لختام حلقة اليوم، خلوكم معنا. أكبر لوحة فسيفساء لقبعة السومبريرو المكسيكية التقليدية في العالم، هذا ما أعلنه المسؤولون بموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بعد أن سجلت اللوحة رقما قياسيا جديدا في عدد القطع المستخدمة في صناعتها. ووفقا لمسؤولي الموسوعة فقد استخدم 2684 من قطع التزيين في صناعة هذه القبعة العملاقة لتتفوق وبفارق كبير على الرقم العالمي السابق والمسجل باسم كندا وهو 2030 قطعة. وكشف النقاب عن هذا الرقم القياسي الجديد خلال الاحتفال الأسبوع الجاري بانطلاق القمة الدولية لموسيقى المارياتشي بمدينة وادي الحجارة المكسيكية. وتجمع هذه القمة أعظم عازفي موسيقى المارياتشي الشهيرة من جميع أنحاء المكسيك ودول أخرى حول العالم. وقال كارلوس تابيا ممثل موسوعة جينيس في المكسيك إن الرقم القياسي الجديد سيكون معترفا به في جميع أنحاء العالم، وسيثبت أن المكسيكيين قادرون على تحقيق أفضل الأرقام في هذا المجال. وستعرض لوحة قبعة السومبريرو الضخمة طوال مدة انعقاد قمة موسيقى المارياتشي والتي تختتم أعمالها في 4 سبتمبر المقبل، ثم سيتم عرضها في جميع أنحاء العالم كي تكتسب اعترافا عالميا. يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو أضافت موسيقى المارياتشي إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي في عام 2011. خالد حسين، رويترز.
عموما مشاهدي الأحبة وصلنا بكم إلى ختام برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. شكرا لكل من تابعنا ولكل من يتفاعل معنا ولكل من يتواصل معنا، وإن شاء الله تعالى الحلقات القادمة ستكون أيضا مثرية بالمختلف المواضيع والفقرات والمحطات والمتابعات لمختلف الفعاليات والمناشط المقامة على أرض السلطنة. قبل لا أروح لحوراء ولأيمن ولفايزة، أنا خاطر أسألكم، وين رحتوا في إجازة العيد؟ عندكم كان 6 أيام تقريبا. أنت كنتي في صلالة ورجعنا من صلالة، لكن البقية كيف قضيتوا إجازة العيد؟ يلا نبدأ مع أيمن. أنا بصراحة أحب أخطر إجازة دائما بصحبة الأهل وبكون بالبيت دائما. ما شاء الله زيارات الأهل تكون خلال أيام العيد متواصلة ومستمرة، فحلو لما تكونوا مجتمعين وتكونوا مع بعض دائما. يعني لما تكون الطلعات تكون طلعات شاوية كما يقولوا هناك في نطاق البلد، وقريبين يعني من البلد. جميل، رائع. يمكن أنا والله قضيتها شوية خارج السلطنة، كان عندي شوية كذا مشاوير زيارة. ممتاز. طبعا ولكن الحمد لله أنا تابعت متابعين في الانستغرام، ما شاء الله، الانستغرام وحتى في السناب شات كانت تصور المناظر الموجودة. أكيد كانت صور جوية من فوق الطائرة وحركة. طبعا لأحد الأشخاص المرضى خارج السلطنة. ما شاء الله. إذا أنت بعد باخرة خلاص تهرب ها؟ أيوه. أخرج يقول ما لازم أخبركم وين رحت. زين طيب إحنا نسأل لا. طيب والله يعني قضيت وقتي كذا مع الأهل وصديقاتي، وعموما يعني بما أني أنا من محبي السينما فحاولت أني بصراحة كذا أروح أشوف الأفلام الجديدة اللي نازلة في السينما. ممتاز. فكذا قضيت وقتي بالضبط. ممتاز. كل واحد يعني خلى الجدول معين، برنامج معين ومشى فيه في جالس رايح الخريف واستمتع بالأجواء. والحلو أيضا الفنون العمانية التقليدية، المغناة اللي كانت حاضرة والكل أبدع والكل أيضا شارك في هذه المشاركات الاحتفالات، كلهم يعبر بطريقته عن فرحته بالعيد. مثل ما انت عبرت. ايوه. فن العازي ما شاء الله، هو يتقن فن العازي. الله الحمد لله، اهم شيء فرحه العيد. عموما مشاهدينا الاحبه وصلنا الى ختام برنامجنا لهذا اليوم، الملتقى يوم غد بمشيئه الله تعالى مع فقرات اخرى قادمه. شكرا لايمن، شكرا لفايزه، ملتقانا يوم الاحد القادم بمشيئه الله، وانتم مشاهدينا الاحبه دائما كونوا بالقرب ودائما مع قهوه الصباح، صباحاتكم تحلى والختام ايضا مع حوراء. نعم. كذا وصلنا الى نهايه الحلقه مشاهدينا، بالفعل نتمنى انكم قضيتوا وقت جميل معنا واستمتعتوا معنا بكل الفقرات اللي قدمناها لكم. ان شاء الله لقائنا راح يجدد غدا في فقرات ونكهات جدا مختلفه من برنامج قهوه الصباح. نتمنى لكم نهار سعيد وممتع. شكرا لكم جميعا ايها الاحبه ومتابعين برنامج قهوه الصباح، ان شاء الله موعدنا يتجدد يوم الاحد القادم في الفقره الرياضيه. ان شاء الله تكونوا دائما مستمتعين بالفقرات المختلفة من برنامج قهوة الصباح وبالفقرة الرياضية، فشكرا جزيلا لكم. نشوفكم إن شاء الله الأحد القادم مع فقرة عالم المدارس، وإلى اللقاء.